جايبه لك مكرونه بشاميل ووشها غرقان ايه موزاريلا. انا عارفه ان انت بتحبها كده. صراحه يعني انا شايفاك خاسس وعدمان كده، فين صحتك كده يا اخويا؟ مش تاخد بالك من نفسك؟ فين عود البطل ده؟ يعني انت جايه من القاهره لدمياط عشان مكرونه بشاميل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه اماني ذهب مرات اخويا في مقام اختي الكبيره. اختك الكبيره؟ ده هم سنه ونص اللي بيني وبينك. خلاص اوان بقيت اختك الكبيره. اهلا وسهلا، نورتي. اهلا يا حبيبتي. هي بتحب تهزر. وانت بقى يا مدام شغاله معاهم هنا في المصنع؟ الانسه اماني بنت الحاج حلمي صاحب المصنع. دهب لما عرفت ان انا موجود هنا فجت عشان تطمن. الحاج بيسال عملت ايه في الصنايعيه والمديونيه؟ موضوع الصنايعيه انا هحله النهارده ان شاء الله، وبالنسبه للمديونيه اول ما اخلص جرد هتكلم مع الحاج حلمي. بقول لك ايه يا نوح، هو انت يا اخويا محتاج فلوس؟ من جنيه المليون، كله تحت امرك، ده خيرك. شكرا يا دهب، انا مش محتاج اي حاجه. نوح، كنا عايزينك تيجي تبص على حاجه. طيب هستاذنك انا بقى. وانت يا اختي بقى مرتبطة ولا مقري فتحتك ولا ايه؟ لا لسه ما جاش النصيب. يا عيني، زي نوح بالظبط، سافر من غير ما يتجوز. حاكم هو كان بيحب واحدة اسمها تقى، قعدوا يحبوا بعض سنين طويلة، كانوا متربيين مع بعض، بس هي يعني سابته واتجوزت. هو ما حكالكيش الموضوع ده ولا ايه؟